مصرنا الجميلة النهاردة هناخدكم للمنيا وهنتكلم عن منطقة تل العمارنة الموجودة في مركز ملاوي جنوب محافظة المنيا. هي موجودة على بعد حوالي 60 كيلومتر جنوب شرق مدينة المنيا، وهي المنطقة اللي اختارها إخناتون وزوجته نفرتيتي لإقامة عاصمة مملكته من أجل عبادة الإله الواحد أتون اللي رمز إليه بقرص الشمس اللي بتخرج منه أشعة بتنتهي بإيد بشرية. وتفاصيل كتير عن المنطقة دي وقصة التسمية بتاعتها ومين الملوك من مصر القديمة اللي سكنوا في المنطقة دي ومين المدفونين هناك، هنعرف كل تفاصيل من دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية في جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور أحمد، صباح الخير. صباح الخير أستاذية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احكي لنا الأول عن تل العمارنة، وشمعنا إخناتون اختار المنطقة دي علشان يخليها عاصمة مملكته؟ طبعا تل العمارنة دي واحد من أهم المواقع الأثرية في محافظة المنيا. محافظة المنيا معروفة بأن هي عروس الصعيد، من أثرى وأغنى المحافظات في الآثار. الآثار فيها تتوزع ما بين شرق النيل وغرب النيل، يمكن من أهم المواقع في شرق النيل في دير البرشة وفي شارونة وفي الشيخ عبادة والشيخ سعيد، ودول على فكرة الأسماء دي للمواقع الأثرية مرتبطة بالصحابة رضي الله عليهم الذين قدموا مع عمرو بن العاص عند فتح مصر. وكمان تل العمارنة بتقع شرق النيل. المسمى في البداية تل العمارنة هو مسمى حديث أطلق على المنطقة دي عندما قدمت إحدى القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية، وكانت تسمى قبيلة بني عمران، عشان كده أطلق عليها تل العمارنة. لكن مصر القديم أيام الملكة منحوتب الرابع إخناتون كان يطلق عليها آخت آتون باللغة المصرية القديمة، بمعنى أفق آتون أو مقر آتون. ليه؟ لأن الملكة منحوتب الرابع واجه مقاومة كبيرة جدا في العاصمة الدينية العريقة طيبة عند تبنيه للمعتقد الجديد، وهو المعتقد الآتوني وعبادة الإله الواحد المتمثل في قرص الشمس. وبذلك أخذ قرار أنه هو ينتقل بالعاصمة من طيبة، العاصمة مقر المعبود آمون، إلى الشمال ب 250 كيلومتر في المنطقة بكر لم تكن بها عبادات، وهي التي يطلق عليها آخت آتون ثم عرفت باسم تل العمارنة. من حدود الرابع إخناتون أحاط المدينة بتاعته أو العاصمة بتاعته ب 14 لوحة حدودية عشان يحدد الحدود بتاعة العاصمة، وأقسم على هذه اللوحات، يعني اللوحة من جزئين، الجزء العلوي منظر للملك منحوتب الرابع، الملكة نفرتيتي، البنات بيتعبدوا لآتون قرص الشمس، والجزء اللي تحت نص بيقسم فيه إن هو لن يغادر العاصمة بتاعته. طبعا فضلت العاصمه او فضلت تل العمارنه هي العاصمه لحد وفاه اخناتون، وبعد كده ابنه توت عنخ امون مشي وعمل عاصمه جديده. كان ايه السبب وكان ايه اللي حصل في تل العمارنه بعد كده؟ ده سؤال مهم. يعني بعد هي العقيده الاتونيه كانت بتقوم في الاساس على ان المعبود الرئيسي والاساسي هو اتون، وده قرص الشمس، ودوت بيهب الخيرات للجميع في هيئه اشعه بتنتهي بايدي بشريه بتمنح العنخ اللي هي الحياه، والواصل اللي هو الحكم والسلطان، الجميع الغني والفقير والكبير والصغير كله سواسية. وطبعا ده بيتعارض مع عبادة المعبود الأقدم وهو آمون، وده ليه مجموعة من الكهنة مسيطرين على الأمور ناحية الدينية، وبالتالي محمود الرابع جعل نفسه هو الوسيط، الوسيط ما بين آتون وبين البشر. وعندما مات الوسيط ماتت العقيدة، وبالتالي توت عنخ آمون أقام فترة بسيطة اللي في منطقة تل العمارنة، وانتقل بعد ذلك مرة أخرى إلى العاصمة الدينية العريقة طيبة بمعنى صح. من ضمن المعالم الأثرية الموجودة أيضا في تل العمارنة هو مجموعة من القصور، أهمها القصر الجنوبي، ده كان بيخص الملك منحوتب الرابع إخناتون. وعلى فكرة بقايا القصر دوت الأرضية بتاعته موجودة حاليا في المتحف المصري، من أروع وأبدع القطع الأثرية، لأن هي بتمثل الطبيعة من أشجار وأنهار ونباتات وزروع، وكمان راح مجسم أعداء مصر في هيئات اللي هم داكني البشرة، البشرة السمراء يعني، في هيئة بشرية، والفاتحي البشرة. وكان الملك لما يمشي فيه على أرضية القصر دوت بيطأ أعداء مصر التقليديين، بيقطع الشروم المتمثلة فيهم. في القصر الشمالي ده ربما كان بيخص بيت، يعني احنا من مصر القديمه ومصر، وده كان زي ما حضرتك بتقول مسجل على جدران المعابد انه مصر كانت قاهره الاعداء والغزاة، مصر على مر الزمان هي مقبره الاعداء. عاشت مصر. وبشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد بدران استاذ الاثار والحضاره المصريه في جامعه القاهره، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.